عناوين النشرة: الإغاثة تعاين مبنى برج البراجنة المتصدع. صيدا تجدد الوفاء لمعروف سعد. الراعي للمسؤولين. تحميل الشعب المزيد من الضرائب والرسوم من أجل وضع الموازنة وإصدار سلسلة الرتب والرواتب قباحة. في يومه الرابع دمسفورة يلتقي منصتي القاهرة وموسكو. طابت أوقاتكم وأهلا بكم. في اليوم الرابع من مفاوضات جنيف يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دمستورا وفدي منصتي القاهرة وموسكو على وقع المواقف التي صدرت بالأمس فيما يتعلق بتفجيري حمص الإرهابيين. محليا ردت مدينة صيدا التحية للشهيد معروف سعد في ذكرى استشهاده 40 بمسيرة وفاء جابت شوارعها. وليس بعيدا لم يصمد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الفصائل الفلسطينية بالأمس في مخيم عين الحلوة، فقد تجددت الاشتباكات في الشارع الفوقاني للمخيم حيث ارتفعت وتيرتها واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية والقذائف الصاروخية. وأقفل الجيش اللبناني الطريق الرئيسي المؤدي إلى المخيم لجهة المستشفى الحكومي، وقد ارتفع عدد الجرحى إلى 3 منذ الأمس، وسجل نزوح بعض العائلات إلى خارج المخيم مع الخشية من استمرار تطور الأمور. وتعليقا على ما يجري، قال القيادي في حركة فتح محمود عيسى الملقب باللينو للجديد: لن نسمح للجماعات المتطرفة بالتمادي بأي شكل من الأشكال في المخيم، والأمور تتخذ وجها آخر اليوم، ومن المفترض وضع حد وإيجاد حل نهائي لهذه المجموعات. في برج البراجنة مبنى مهدد بالسقوط واللواء خير يطمئن السكان. بعد اخطار سكان المبنى المهدد بالانهيار في محلة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، قام وفد من الهيئة العليا للإغاثة بمعاينة المبنى والاستماع إلى السكان. بعد الكشف الأولي بيجي المختبر وبيجي الدراسة النهائية يلي هي بتقرر شو مدى أضرار بهالمبنى. نحن ما بنقدر نعطي دغري شو الأضرار حتى ما نفزع العالم، والمبين إن شاء الله ما في هالأضرار اللي كنا عم نشوفها بغير محلات. بالنسبة لعملية الإخلاء شو بده يصير؟ هيدي كلها هلا بقرار نعطي نحن نتيجة الكشف لدولة الرئيس، هو بيعطينا التعليمات اللي بدنا نعطيها للناس. بس في حضرة اللواء في قرار بالإخلاء وموجود ومحطوط على البناية. هذا التنسيق بين رئيس البلدية وبيننا ونحن بنعلنها بعدين. إلى المحلة حضر نائب كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار الذي رفض تشريد من قدم دماءه للوطن. المبنى بعد الكشف عليه وبعد الاطلاع عليه الأولي تبين أنه هذا المبنى بشققه المختلفة والمتعددة تقريبا مهدد بالسقوط، ونحن سلامة هؤلاء للأسف الشديد خليني أقول ابتلوا نتيجة إعدام الرقابة في الدولة اللبنانية. يعني حينما أعدمت أجهزة الرقابة وبالتالي ليس هناك من أحد يتابع سلامة البناء وصحة تنفيذ أنظمة وقوانين البناء، عم نبتنى بحالات من هذا النوع. هلأ اكتشف أنه هذا البناء مصاب بشوية هريان يهدد سلامة القاطنين فيه، الدولة مفروض تحرك أجهزتها وعلى رأسها هيئة الإغاثة لا تيجي تكشف على هذا البناء. موقف النائب واجهته صرخة لأم حسين أحد سكان المبنى. عم بختنق وما عرفش في اتحمل. حقك. وأنا قلت لكم مستعد ولع حالي كرمال بناتي وبيتي وشعبي. نحن أم حسين كلنا معك. لأنه خلص شي تبع الكل، إلنا 20 يوم بنتابع ما عمل لي نتيجة. حقك.
حقك حقك يا ام حسين، حقك حقك، صرختك اول شيء صرختك صرختك محقه ونحن حد. طب انا عندي عاش زمالي بقوى، يعني ليه عم بيصلونا هالقد؟ يعطونا نتيجه فوريه طارئه، يعني انه حالتنا بخطر. نحن يعني اذا ما نروح نسكن برا ما عندنا اي بديل. بيجوا امبارح الدرك بدين يشمعوها بالشمع الاحمر، نحن طول وقت قاعدين هون تحت البنايه ميتين طيبين نحن، بس نحن قاعدين وحنخلي بيوتنا الا ما ناخد من الدوله شيء اثبات يحقق لنا مطالبنا. مبنى البرج ليس الاول المهدد بالسقوط، وطبعا لا يكون الاخير في ظل غياب تام لكل معايير سلامه البناء. صيدا تحيي ذكرى معروف سعد. أحيى التنظيم الشعبي الناصري ذكرى مرور 40 عاماً على استشهاد المناضل معروف سعد، وذلك في مسيرة جابت مدينة صيدا تخللتها كلمة لرئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، أكد فيها وفاء المدينة لتاريخها. صيدا تؤكد اليوم أنها ترفض التقوقع والانغلاق، كما ترفض المتاجرة بها من قبل قوى السلطة في سوق المحاصصات الفئوية أو زجها في مزار الاصطفافات والصراعات الطائفية والمذهبية. كما طالب سعد بسحب فتائل التوتير المذهبي والطائفي. فخطاب الشحن الطائفي والمذهبي قد أدى إلى التوتير والاحتقان، ودفع بعض الشباب إلى سلوك مسلك التطرف. ندعو إلى معالجة وطنية عادلة لملف التوقيفات، وأبناء صيدا يرفضون أن يتعامل معهم أي كان من داخل المدينة أو خارجها كرعايا لطائفة. لقد سئم اللبنانيون، كل اللبنانيين، التصنيفات الطائفية والمذهبية والمناطقية. تجدر الإشارة إلى أن المناضل معروف سعد استشهد عام 75 متأثرا بجروح أصيب بها إثر إطلاق النار عليه أثناء تظاهرة لصيادي الأسماك. لفت البطريرك الراعي خلال قداس الأحد إلى أنه لا يجوز أن يعقد المسيحي المؤمن زواجا مدنيا فقط، وإذا اضطر المسيحي أن يعقد زواجه المدني لسبب أو لآخر عليه أن يصححه بعقد كنسي كي يتجنب البقاء في حالة الخطيئة الدائمة. من جهة أخرى دعا الراعي المسؤولين في لبنان إلى أن يخرجوا الشعب من قلقه الدائم وحاجته وظلمه، ونطلب منهم أن يكون أداؤهم وافر الجودة. لا يجوز أن يستمر شعبنا في مظاهرات وإضرابات مضرة للجميع لكي يطالب شعبنا بحقوقه، فيما الواجب الوطني على أصحاب السلطة يوجب عليهم تأمين هذه الحقوق بسلام. فينبغي الخروج في ضوء إنجيل اليوم من القباحة، إهمال الواجب وصم الأذان عن سماع صراخ الشعب قباحة، الفساد والرشوة وسرقة المال العام وهدره والتهريب والرشوات قباحة، عدم ضبط المال العام وإعادته إلى خزينة الدولة وبالمقابل تحميل الشعب المزيد من الضرائب والرسوم من أجل وضع الموازنة وإصدار سلسلة الرتب والرواتب قباحة. وقباحة كذلك عدم إصدار قانون الانتخابات بعد 12 سنة من الدرس والتمحيص وأخذ القياسات الشخصية والفئوية. قهر النفس، قهر الناس في الإدارات العامة وهدر أوقاتهم وتوتير أعصابهم
مثل معاينة الميكانيك على سبيل المثال قباحة. وإلى جنيف ننتقل مباشرة مع زميل رامز القاضي وأجواء المحادثات في يومها الرابع. رامز أهلا بك، هل رشح أي جديد في المواقف لديك وماذا عن لقاءات اليوم؟ نعم، وعد حتى هذه اللحظة يعني باتت المواقف كل الأطراف واضحة، لا سيما بالأمس موقف الجعفري وأيضا رد هيئة الرياض بشأن اعتداءات التي حصلت في حمص، ومسألة اشتراط الجعفري إدانة واضحة وكاملة لجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام من كافة منصات المعارضة، وإلا اعتبروا يعني يعتبرونهم شركاء في الإرهاب. قد يتم تجاوز هذه النقطة، ولكن قبل ذلك ما السؤال اليوم المطروح في جنيف، مع من سيجلس وفد الحكومة السورية؟ بعد قرابة ساعة ونصف من الآن سيلتقي ستيفان دي مستورا المبعوث الأممي إلى سوريا عند الساعة الثالثة بتوقيت جنيف وفد منصة القاهرة، ثم يلتقي عند الخامسة وفد منصة موسكو. سننتظر ماذا ستطرح هاتان المنصتان على ستيفان دي مستورا. هي موقفها واضح من أنها لن تقبل الدخول إلى المفاوضات تحت سقف هيئة الرياض التي تصر أن تكون هذه يعني تكون منصة موسكو منصة القاهرة تحت هذه المظلة، وهم يختلفون على نقطة أساسية يحددها القرار 2254 وهي مسألة الانتقال السياسي. فالرياض تشترط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، فيما تقول منصة القاهرة وموسكو أن هذا الأمر يخضع للانتخابات. هناك رأي يقول أن حتى في قلب منصة أو هيئة الرياض التفاوضية هناك صقور وهناك الحمائم الذين يمثلون الفريق السياسي والفصائل المسلحة التي باتت تشكل 51% من هذه الهيئة، وهي تشترط هذا الأمر لرفع السقف وبالتالي منع حق الرئيس السوري بشار الأسد من المشاركة في الانتخابات. وبالتالي اليوم الأسبوع المقبل سيتحدد المسألة الإجرائية، مع من سيجلس وفد الحكومة السورية، وبشأن إذا ما ستنجح المعارضة في توحيد صفوفها. إذا ما تم هذا الأمر غدا الاثنين سينتقل البحث إلى المسألة جدول الأعمال، وكان هناك رشح عن المقترحات التي تقدم بها دمستور إلى الحكومة السورية أو إلى المعارضة أن يحق لكل طرف إضافة بند على هذه المقترحات. نعم. مع الإبقاء على مسألة مكافحة الإرهاب إلى وتثبيت وقف إطلاق النار إلى الأستانة. بالتالي سيكون هنا نقطة الخلاف بين هاتين النقطتين. وعد، شكرا جزيلا لك الزميل رامز القاضي مندوبنا إلى جنيف على هذه الرسالة. فور تلقي وزارة التربية والتعليم العالي قرار مجلس الوزراء المتعلق بسداد مستحقات المتعاقدين، وقع وزير التربية والتعليم العالي مروان حميدي كل القرارات التي تحدد عدد الساعات المنفذة من جانب المتعاقدين لتدريس المواد الأكاديمية والإجرائية في المدارس والثانويات الرسمية عن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، لتأخذ الأموال طريقها إلى حسابات المتعاقدين. بعد الإعلان جولة آسيوية للملك السعودي. أهلا بكم من جديد. أعلن المرصد السوري المعارض إن عدد الأشخاص الذين قتلوا في تفجير السيارة المفخخة التابعة لتنظيم داعش في منطقة سوسيان قرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي ارتفع إلى 83 قتيلا. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تركيا بأنها جارة ذاكرتها ضعيفة وتنكر الجميل. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن ظريف قوله: يبدو أن ذاكرة أصدقائنا ضعيفة، فهم يتهمون الجمهورية الإسلامية بالطائفية وكأنهم تناسوا موقفنا في ليلة حدوث الانقلاب العسكري الأخير، وكيف أننا بقينا نتابع الأوضاع حتى الصباح رغم أنها ليست حكومة شيعية.
إن ذاكرتهم ضعيفة وينكرون الجميل الذي قدمه لهم من يؤازرهم ويتعامل معهم بمودة. ورأى ظريف أن الأطراف الذين فشلت سياساتهم في هذه المنطقة يثيرون ضوضاء على أمل توجيه السياسة التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضاف: الجميع يعلم أن الأوضاع الراهنة في منطقتنا بغاية الخطورة وسياساتهم هي السبب في ذلك. وصل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور في زيارة تستمر 4 أيام، وذلك في مستهل جولة آسيوية تستمر نحو شهر ويختتمها بالأردن. وكان رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق وعدد من المسؤولين في مقدمة مستقبلي الملك سلمان لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي. وعقب الاستقبال توجه في موكب رسمي إلى مقر البرلمان، حيث كان في استقباله السلطان محمد الخامس ملك البلاد. بعد الفاصل، مخمور يشتاح مهرجانا. أهلا بكم من جديد. أقدم رجل على دهس مجموعة من الناس كانوا يقفون أمام مخبز في بلدة بجنوب غرب ألمانيا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 2. واستبعدت السلطات وجود مؤشرات تدل على أن الواقع هجوم إرهابي. وقالت الشرطة وممثلو الإدعاء في بيان إن المشتبه به شوهد وهو يخرج من السيارة ويحمل سكينا، وجرى تعقبه إلى حمام سباحة ونقل إلى المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه عند اعتقاله، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة. وأضاف بيان الشرطة إنه سيتم استجواب المشتبه به عندما تسمح حالته الصحية. وفي ولاية نيو أورلينز، قالت الشرطة إن سائق شاحنة مخمورا دهس حشدا من المتفرجين خلال مهرجان، ما أدى إلى إصابة 28 شخصا. وأضافت شرطة الولاية إن الشاحنة كانت تسير في شارع جانبي مفتوح أمام حركة المرور، وصدمت 3 سيارات قبل أن تنحرف باتجاه مشاهدي المهرجان. ونقل تلفزيون فوكس عن شهود قولهم إن الشرطة ألقت القبض على سائق الشاحنة على الفور، وقد بدا عليه أنه تحت تأثير المخدرات أو الكحول. نشرتنا انتهت مشاهدينا، ننتقل مباشرة إلى الزميل حسن شرارة لمتابعة مباراة النجم والأنصار.